فحاول أن تعيش يومك، أن تعيش عيدك، ولا تكن كأحد هذه الأمثلة. إما شخص يعيش في الماضي ولا يتذكر ما يركد عليه إلا في هذا اليوم. بسم الله ما شاء الله، ما بيكبس على البر وإنه يزور الأموات، والده والدته، ما بيكبس غير بيوم العيد. طب وباقي السنة؟ لا أبدا، إلا بيوم العيد أروح وأقعد أبكي على القبر وأذكر بواجع عليه. لا ما بيزبط غير بيوم العيد يا أخي، قبل بيوم، قبل بيومين، قبل بشهر، بعد العيد، إلا بهاليوم يلي النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام فرح وسرور. طب بالله عليك، أنت لما تروح على القبر هتروح تنكت على القبر ولا هتقعد تبكي؟ أنت رايح على القبر ليه؟ بالعيد، وتخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول يعيش بأحزان الماضي ولا يستذكرها إلا في العيد، أما الثاني فيخاف من المستقبل في العيد. تلاقي كثير من الشباب الآن بزياراتهم كل ما يروح هلا عند حدا أول ما يتكلم بقول له والله مصاريف المدارس هلا بعد العيد، وبلشوا إيه أنت بس مصاريف، أنت عندك ولدين؟ أنا عندي خمسة. شوف وين بدي أحطهم، وين بدي أنقلهم، وكيف بدي أدرسهم، وعنده إيه الأفكار؟ والله والله الله يوريك. وبلش يذكر الأمور المنكدة، فبتطلع من عند هذا الشخص غميت على قلبك وغميت عليه وغميت على اللي جابوه ونكد على عيلته كلها بورك. يعني صار ابنه طلع من عنده بعد عم ببوسه فات، طلع انت عندك مدارس، انت عم بحط عليك دم دم قلب وان شاء الله ينفع ويا ريتك ويا ريتك نافع وصادق. طب تعالوا، وبلش يجيب الضرب، نكدنا على بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الاعمال الى الله سرور تدخله ايش؟ على قلب مسلم. طب النكد لما تدخله على قلب مسلم هذا شو هو؟ والبعض لا يعيش عيده بسبب الواقع. كمان نفس الشيء، في نحن عندنا امه الا من رحم الله تعشق النكد، ينطق ليوصل العيد باي حال اقبلت يا عيد، انت عم تتبسم وعم تحتفل، واخواننا بسوريا عم بتقتلوا، واخواننا بورما عم بيتعذبوا، واخواننا بالسجون، واخواتنا حب حب. النبي صلى الله عليه وسلم كان بالعيد يفرح بالعيد، وكان في صحابي بمكة بعدهم يعذبون. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليلة حتى تخلي عندك انت نوع من لون واحد تنكد على حالك وتنكد على الاخرين، بدك تدعي لاخوانك ادعي لهم بالسجود بقيام الليل، ليلة كان فيك تقوم تصلي وتدعي وتدعي لاخوانك بالصلاة بالسجود ادعي لهم. اما غير ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائم التبسم رغم ايش؟ الالام التي تحل بهذه الامة. فان تمنع غيرك من الفرح ومن السرور، يعني مش بس تكتفي انت انه او هذا الشخص ان صح التعبير النكدي، مش بيكتفي انه هو ما بده ينبسط، لا بفتش هيك هيك هيك، انت عم تضحك وبالعيد ولابس جديد، يا ويلك من الله، انت لا تشعر باخوانك المسلمين، من لم يهتم بامر المسلمين فليس انت يا ويلك، يعني شوي بتصحب شوي بتبطل من المسلمين. هاي النفسيه تلاقيها الان موجوده على الفيسبوك وتلاقيها موجوده مع اخوانك. يا اخي لما لبست مثلا ثوب جديد او غسيل بالعيد؟ اي عيد؟ شوف اخوان، فعش يومك يوم ايش؟ فرح وسرور. اجعل هذا اليوم ايضا يوم فرح وسرور على اهل بيتك. انت حتدفع حتدفع، قلت ايه ولا قلت لا، العيدية حتطلع منك وحتطلع منك. طلع عن طيب نفس، عن طيب نفس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه قال خير ايامكم يوم ايش؟ النحر، اليوم افضل يوم بالعشر يلي هي افضل ايام الدنيا اليوم. فكل عيديه عم تعطيها لاولادك، عم تعطيها لزوجتك، عم تعطيها لاقربك، هي صدقه، بل من افضل الصدقات. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالادب المفرد قال دينار انفقته في سبيل الله، ودينار انفقته على زوجتك، ودينار انفقته على ولدك، أخصها يعني أقل شيء فيه الذي أنفقته في سبيل الله بالعام. نفقتك وفي رواية أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، على زوجتك وأولادك وأولاد أخوك وأولاد أختك، هذا أعظم دينار صدقة. وأنت تدخل السرور على قلوب الأطفال بخير يوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير أيامكم يوم النحر. فأنت عم تطلع، طلعها عن طيب نفس، ما ضروري تقعد تتخانق جوا أنت وجيبتك، طلعت الخمسة ولا طلعت العشرة ولا تطلع هيك، ارجع ابرم اخبي هيك وطلع، طلع عن طيب نفس، افرح الاطفال، افرح
يعني من تحب ورب العالمين يخلف عليك. فلا يكن همك في العيد أن تفكر بموضوع الرزق. نعم ده كن مدبرا لا تكن مسرفا، بس في نفس الوقت ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ما كل ما أنفقت شيء تعال تفكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فأنفق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: أنفق بلالا ولا تخف من ذي العرش إقلالا. هذا اليوم يخلفه الله سبحانه وتعالى. أنت اسأل حالك العيد اللي مر واللي قبله واللي قبله، دفعت هيك ولا ما دفعت؟ اللي فوقك واللي تحتك ولا ما دفعتهم؟ طب رب العالمين عوضك ولا بعدك لهلا مطفر؟ المال يذهب ويأتي وتبقى ويبقى الأجر إن شاء الله. فلا تذهبه الذين لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لا بالمن ولا بالإيذاء. هناك نوع من التنكيد على أهل البيت غير المال، نوع من التنكيد والله بده يظهرن يخدن مشوار لأهل بيته، بعد ما يخدن والله أخدن على الملاهي بقول لها زوجته ليك بتفوت، أنا حأنظرك برا، بتفوت بتطلع وبتتمرجح بكل شيء وبتخلص أنت والولاد وبتفوت وبتنتشروا بالملاهي كلها وبترجع بنص ساعة، واسترجوا تأخروا عن النص ساعة أساس أولادك أخطبوط مثلا ينتشروا بكل المكان، يعني بده يحاسب على الدقيقة. هذا اليوم يوم تجاوز، يوم حاول أنت ما تنكد على حالك. ظهرته تكلفت شوي على الطعام، تكلفت شوي كذا، خير مشي مرقة. ونفس الشيء بالمقابل المرأة تمرق، رحت تزور أقاربك، والله شو رأيك اليوم نروح نزور عمتك، عمتك هاي اللي بتحكي عليه، والله أعوذ بالله العقرب ما بدعس بيتك. طيب يا حبيب قلبي الله يرضى عنك، الله يخليك، خلي كمان هي بدها تمرق، أنت مرق أنت وياها بالطريق، أنت جاي على هالمحل عشان في هاي اللي بتضبط حق، أنا لا جاي لعندها ولا، فكمان الطرفين ما ينكدوا على بعض. وأكثر شيء المصيبة بتطلع بالأولاد، انه هذا هي بتعصب ما بتقدر له بتتفشش بالولاد، وهو كمان ما بيقدر له بيتفشش بالولاد. فرجاء بالله عليكم عيشوا العيد ايام فرح وسرور، وانت انت وسيارتك انت وماشي، حتى تدخل الفرح والسرور على اهل بيتك بلا الاغاني، تكبيرات العيد حابين تحبوا تحسوا بالعيد بالتكبيرات، انت وزوجتك واولادك بالسياره طالعين بالتاكسي عشان ينزلكم من ضهور بالتاكسي، وانت بالطريق الله أكبر الله أكبر الله، هنا عم تمرحوا، أدخلوا أدخلوا السرور، فرحوا الناس. وصية وصية النبي صلى الله عليه وسلم نطبقها في العيد هي أيام فرح وسرور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.